يبقى أنا هسا هذا السؤال، السؤال بحكي لي في عندي fixed نصب الرسمة، عندي fixed، عندي internal hinge بالنص، عندي roller internal hinge وهاي الرولر سبورت. عشان أميز بين الرولر والهنج يكون في خط تحت الرولر، أما تحت الهنج بتكون الدائرة بالنص. بحكي لي كمان عندي لود، عندي لود مستطيل نقوم بالأسود، والمسافات 4 متر وهاي 2 متر وهاي 2 متر، معطيني قيمة اللود هذا 20، قيمة اللود هذا 5. تمام. صار عندي هسه، صار عندي كالتالي، خلنا هاي عندي هذا السؤال كيف بدي احله؟ ببساطة بدي افصل، بدي افصل من الرياضة الدوسية، افصل عند الانترنال هند، هذا الانترنال هند، هذا الانترنال هند، الجسم مين اللي عليه رياكشن اقل؟ شو اللي عليه رياكشن اقل ببلش فيه، مجموع المومات عندي سبورت بساوي زيرو، بطلع قيمة الرياكشن هاي 10 وهاي 10، ال10 بحطها هون 10، حلو، المومنت هون بساوي زيرو، هي 10 في 4 هي سالب 20 في 2 ال 20 اللي تركيز اللود 5 4 هي، وعندي المومنت هذا فبتطلع معي كم 80، مجموع اف واي بطلع قيمة الرياكشن، طلع معي قيمة الرياكشن، خلينا نكتبهم. عندي المومنت اللي هون 80، عندي الرياكشن اللي هون 30، وعندي اللي هون 10. تمام. وجدت الرياكشن، وجدتهم قطعتهم شيء. الحل اللي بده اسويه عن طريقة الفانكشن، الفانكشن على جنب. نحن الرسمة، الرسمة هاي كيف انرسمت؟ بس بالعكس بحيث الموجب تحت والسالب فوق. رقم الشير. الكل فاصل بحط، يلا نرسم الشير. الشير بطلع على الأسهم السوير هاي، على الأسهم عندي هيك، طلع الأسهم العمودية بس والأفقية المدور بدي إياه، مش عمود أفقي، فوق وتحت. نرسم زي قبل شوي بالأخضر، عندي هاي 30، 30 بتطلعني لفوق، في عندي 5 في 24 لما يكون مستطيل، بدي أشوف قديش الخط اللي هون، القيمة اللي على الخط اللي هون الشير شو بتساوي؟ بتساوي قيمة اللود المستطيل تركيزه، بتطلع معي 5 في 24 وهي 30، يعني 30 ناقص 20 تساوي 10، معناته القيمة اللي على هذا الخط هي 10، يعني هون، يعني هيك وصل بينهم هي 10. بعدين من هذا الخط لهذا الخط ما فيش ولا لود بنزلني، هي هون ظل مستقيمة، فإذا القيمة برضو 10. بعدين في عندي لود 20 بنزلني، نزل 20 وبحكي 10 ناقص 20 بطلع معي سالب 10. بعدين من هون لهون في لود بنزلني، لا زي هيك، بعدين في عندي هاي السالب 10 هون، بعدين شوف عندي في عندي 10 لفوق بتطلع لي قيمة الرياكشن، فبستنتج انه عندي هاي مساحة موجبة، هاي مساحة موجبة، هاي مساحة سالبة. هسه درسهم درسهم رسمة المومنت.
خلاص مو موجب تحت نص المساحات. هون ما فيش خط صفر صح؟ يعني ما فيش خط منقط اكس وما اكس، يعني مباشرة. فايش قيمة الخط اللي هون؟ هسه في عندي هون مومنت، لما يكون عندي مومنت بدي اضطر استعمل قيمته. هسه اذا كان مع عقارب الساعة بيكون موجب، إذا كان عكس عقارب الساعة بيكون سالب. هيك القانون، المومنت بالرسمة بس. يلا هذا إيش اتجاهه؟ عكس عقارب الساعة، فشو بعمل؟ بروح سالب. وين سالب؟ يعني سالب يعني على الجهة السالبة، على الجهة السالبة. يلا فبطلع سالب 80. ليش طلعت؟ لأنه أنا برسم على السالب وهذا عكس عقارب الساعة، طلعت له لأنه مومنت زيه زي اللود يعني. هسه عندي هاي مساحة موجبة، مساحة موجبة، شو بعمل؟ بحكي سالب 80، خلينا نرسمها بالأسود، اكتبها بالأسود. في عندي سالب 80 بعدين مساحة موجبة يعني زائد، يعني أنا بشوف آخر قيمة عندي بكتبها بعدين بجمع لها المساحة. هذا هي مساحة شبه منحرف. مساحة شبه المنحرف هسه يا بقسمه لمثلث ومستطيل، بحكي مستطيل ارتفاعه 10 طوله 4 وهاي، يا بحكي خلص مساحة شبه المنحرف هي نص ضرب القاعدة 4 ضرب مجموع الارتفاعين اللي هم 10 و30. ها شو بتساوي؟ لما احكي سالب 80 زائد نص ضرب 4 ضرب 10 زائد 30 تطلع معي القيمة صفر. تطلع معي القيمة صفر، شو يعني؟ يعني القيمة اللي على الخط هذا هي صفر، يعني بوصل بين 80 والصفر هيك. تمام. طب أنا بهاي الحالة كيف بدي أعرف الحل صح ولا لا؟ بكل بساطة لما أشوف عندي internal hinge لازم المومنت تكون عنده صفر، فبالتالي لما حليت طلع معي صفر، معناها ايش؟ حلي صح. كمل. في عندي مساحة موجبة 10 في 2 20، فقيمة 20 يعني القيمة اللي على هذا الخط هي 20، فكم يعني 20؟ يعني عندي الموجب 20، بحكي صفر زائد 10 في 2 20، فهاي 20، فبوصل بينهم خط لينير. ليش لينير؟ لأنه طبعا خلينا نمسح الأخضر هذا. ليش لينير؟ لأنه المستطيل ثابت. بعدين في عندي هاي سالب 10 وطولها 2، يعني بتعطيني مساحة سالب 20، السالب 20 بجمعها لل 20، يعني بحكي 20 سالب 20 تساوي صفر، فالمومنت على الخط هذا هو صفر. فهيك شكل رسم المومنت ديجرام. برجع بحكي كالتالي، الشير عندي لود 30 بطلعني مثلث، ايه قصدي مستطيل، وشوف قديش قيمة المستطيل، 5 في 4 20، بحكي 30 ناقص 20 10، بحط العشرة هون، بوصل بينهم بخط، خط مش مقعر، خط. بعدين من هون لهون في لود بنزلني بطلعني، لا بظل ماشي بنفس القيمة. بعدين في عندي 20، 20 مالها بتنزلني. بعدين في عندي من هون لهون في خطوط، لا بمشي مستقيم. بعدين في عندي 10 بتطلعني رسمة المومنت، بشوف قد عندي مومنتات بالرسمة ولا لا. عندي المومنت هذا 80 عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة يعني سالب، يعني بطلع فهي سالب 80. بعدين في عندي مساحة موجبة، بحكي سالب 80 زائد قيمة المساحة، هذا شبه منحرف، شبه المنحرف نص في القاعدة في مجموع الارتفاعين، أو بقسم المثلث المستطيل بطلع مساحتهم الثنتين، كم بطلعوا؟ بتطلع معي قيمة 40، هي بتطلع معي 80، وهي سالب 80، بحكي سالب 80 زائد 80 زيرو. بعدين عندي مساحة مستطيل 10 في 2 20، بحكي صفر
زائد 20 20 20 بعدين 20 سالب المساحة هاي 10 في 22 20 زائد 20 0 وبس.